الشباب بتنفذ فيها الى مركب شبابي. إذا كان باش نحكيو مركب شبابي أكيد باش نحكيو تطوير في الأنشطة، أكيد باش نحكيو زادة تجهيزات أخرى، هذاك علاش دومام يعني زودنا المركب الشبابي بتجهيزات إضافية، في جبنا دار شباب متنقلة، خاطر اليوم راه نعرفوا فما بعض المناطق يعني الريفية اللي لازمنا إحنا نمشيو فيها للشباب نتاعنا، واللي هي أون فان كونت إذا كان قاعدين إحنا تويكا اللي نثمنوا في دور الشباب في المناطق الريفية، فأكيد لازم نشولهم دار شباب المتنقلة. دمام احنا اليوم باش يتم امضاء تويكا مجموعة من الاتفاقيات مع ممثلي المجتمع المدني مع بعض الجمعيات، يعني شو ما تنجمش اليوم راه نحكيو على شباب من غير ما نحكيو على مجتمع مدني وشباب المجتمع المدني، فهذايا يعني هم اتفاقيات مع مجموعة من الجمعيات، الكشافة، السلامة المرورية، يعني كل واحدة والميدان متاعها، خاطر اليوم وفانت كونت نحكي بيئة، نحكي مواطنة، نحكي زادة سلامة المرورية، لأنه اليوم راكم نشوفوا عدد الوفيات 70% منهم للأسف هم مش شباب، فضروري اليوم كونها في جميع الولايات اللي نطلقوا يعني ثقافة السلامة المرورية. كيف كيف اليوم ان شاء الله يعني تم اطلاق اول خلينا نقولوا تظاهره اللي هي مهرجان الشباب. اليوم قصة باش تكون ان شاء الله ولايه مهرجان المسرح للشباب، لانه نعرفوا تاريخ قفصه في المسرح، ونعرفوا قفصه تمثل يعني الجنوب خلينا نقولوا في المسرح الكل، فهذه كاول زياره ان شاء الله. وأكيد روحنا اليوم في إطار حتى المتابعة، متابعة التنفيذ، وفي إطار يعني التنسيق مباشرة. احنا البارح عملنا الندوة الدورية مع السادة المندوبين، واللي أكدنا على طريقة الخدمة اليوم لجنة مركزية، لجنة إقليمية، ولجنة جهوية، واليوم فما يعني برنامج كامل، ثلاثة محاور استراتيجية قاعدين نخدموا عليهم، تنمية القدرات الذاتية للشباب، خلينا نحكي بالدارجة معنا نستثمروا في طاقات شبابنا، تمكين الاقتصادي، اليوم قاعدين نحضروا في المؤتمر الوطني للاستثمار للشباب، لكن أيضا اليوم نحكيو على قطاع الشباب، الحوكمة متاعو لابون غوفرنانس متاع قطاع الشباب، واللي هو في إطار قانون كامل نحضروا فيه يعني بوغ ترافاي سيزوني، كيف كيف المجلس الأعلى للشباب اللي باش رجعوه، هذوما الكل حكينا فيهم البارح، هذايا إن شاء الله برنامج 2017 اللي باش يتم العمل به. أكيد جدا اليوم راه عندنا ريفورم كاملة قاعدين نعملوا فيها في المنظومة نتاع التربية البدنية ومهن الرياضة، دايوغ تويكا سيد كاتب الدولة للرياضة حاضر معنا هو يعني في الندوة مع السادة المندوبين، وكانت عندنا اجتماعات حتى مع سيد وزير التعليم العالي وسيد وزير التربية، لأنه احنا تو عندنا دوفولي عندنا ساعة كوغ تيرم كيفاش تويكا الحلول للإشكاليات اللي عندنا للبطالة في ميدان التربية البدنية ومهن الرياضة والتنشيط الشبابي زادة، لكن زادة عندنا مراجعة المنظومة الكل. اليوم البطالة هذه خاطر ما فماش اون فان كونت سيستيم اللي خلينا نقولوا اكيليبري، فباش نراجعوا ديجا حتى يعني لي باك سبور لورينتاسيون بعديك باش هكاك على الاقل نوفروا سوق شغل من بعد افكتيفمون، لكن اليوم كيف كيف جاوا الطلبه واحنا نتفاهموا حتى راه شو راه 6 سنين بطاله و7 سنين بطاله، الشاب اللي يحب يحلم وشاب يحب يكون وشاب يحب يفرح زاد والديه اللي تعبوا عليه، هذه الكل نتفهموه. احنا تويكا بالتنسيق ان شاء الله مع وزاره التربيه قاعدين نعملوا في جرد لجميع المدارس اللي باش تبقى، حتى نعرفوا من بعض المدارس باش يتم اغلاقها اللي سبق، وهذه في اطار خطه الاصلاح التربوي، لكن زاده راهو الرياضه عنصر مهم جدا في الاصلاح التربوي، هذاك علاش نشوفوا على مستوى ان شاء الله رئاسه الحكومه اللي اليوم راهو يلزم الرياضه تكون موجوده في جميع المدارس في جميع المعاهد، ويلزم نرجعوا للرياضه المدرسيه نتاعنا، ويلزم نرجعوا زاد كونها رياضه قيم واخلاق باش نحيوا حتى ظاهره العنف، ظاهره الارهاب، وظاهره المخدرات.